طيب نجيب الكيكه، تعالوا كده نجيبها مع بعض اللي احنا مجهزينها. انا ما رضيتش اقطعها قبل الهوا، قلت استنى لما انتوا تيجوا نقطعها مع بعض سوا. نجيب كده السكينه بقى بتاعتنا والعده كلها جنبنا. طيب الكيكه دي مش بتتسقي، بصوا طريه ازاي، شايفين هشه جدا. الكيك ده مش بيتسقي، بيكون الكيك اصلا محمل، يعني انت لو جيتي مسكتيها الكيكه تقيله مش خفيفه زي فكره الاسبونج. فدي ميزه في الكيكه اللي هي ريد فيلفت، مش بتتسقي حاجه، هي بتفضل بنفس الملمس ده والشكل ده معايا. طيب تعالوا بقى نقطعها مع بعض، وزي ما احنا متعودين الحركه اللي احنا بنعملها ان انا بشيل جزء من الجنب اهو عشان اركب الطبقات عليه مع بعض. طيب هقطع كده، بعمل ايه، بدخل بالسكينه ايدي سانده فوق وبلف، شايفين اهو ما بوصلش السكينه للاخر لسه، اهو ايدي ثابته، ايدي دي اللي بالسكينه ثابته ما بتتحركش، وايدي دي سانده وش الكيكه. نمشي واحده واحده لحد ما اوصل ايه، مكان ما قطعت. اعمل ايه بقى، وصلت للمكان ابتدي ادخل السكينه كده واسحب واحده واحده بس كده، اهو شايفين طلعت حلوه جدا جدا، مش حته عاليه وحته مختلفه في الايه، في الارتفاع، نفس الفكره اهو. همشي بقى بسرعه شويه عشان ايه انجز معاكم، شايفين ايدي فوق ثابته، ايدي اللي فيها السكينه في نفس المستوى. خلصت باخد بالسكينه اهو عشان اسلك اي حاجه في النص السكينه ما تكونش ايه وصلت لها. يبقى انا عندي ايه ثلاث طبقات. يفضل طبعا ان الكيك ده عشان تقيل شويه ودسم بيكون الطبقه بتاعته رقيقه، وبرده طبقه الكريمه بتكون رقيقه. تعالوا بقى اجيب الزبده عندي ونخلي دي كده زي ما هي، اوريكم هنعمل ايه.